ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء سيد المرسلين الحبيب المصطفى محمد واله الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم الى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته درسنا اليوم حول بيان شروط بناء فعل التعجب وقد ذكرنا في نهاية الدرس السابق أنه من المعروف والمشهور بين النحات أن فعل التعجب وإسم التفضيل كلاهما يشتقان من الفعل بخلاف بقية الأفعال أن الأفعال على المشهور تشتق من المصدر ولكن هذان الموردان هذين الموردين يشتقان من الفعل لكن لا بد من توفر شروط ثمانية بل تسعة لهذا الفعل حتى يمكن أن يشتقوا منه اسم التفضيل أو فعل التعجب. قال المصنف ابن هشام ثانيا شروط بناء التعجب والتفضيل عندما يذكر التفضيل أيضا لأن كلاهما من حيث البناء على نفس الشروط اللازمة فالشرط الأول قال ولا يبنى من فعل التعجب واسم التفضيل إلا مما استكمل خمسة شروط المصنف ذكر شروطا خمسة للبناء ولكن عند الاستقصاء والتفصيل نجد أن هناك ثمانية بل تسعة شروط لكن المصنف اكتفى بما هو المشهور من الشروط ربما بقية الشروط في ضمن بعض هذه الشروط سندرسها هذه الشروط المذكورة على ما بيّن المصنف أولا أن يكون فعلا إن ذلك الفعل الذي يشتق منه اسم التفضيل وفعل التعجب أن يكون فعلا لا يكون مصدر ولذلك قال فلا يبنيان من غير فعل يعني كالمصدر مثلا او مثلا من المصدر والاسم ولهذا ولاجل انه فقط يبنيان من الفعل خطئ من بناه من الجلف والحمار الجلف مصدر بمعنى البدن بلا راس يعني البدن بلا راس يكون هو جلف مثلا أو مثلا الجلف بمعنى الشخص الأحمق أو مثلا بمعنى القائم بالعنف، الشخص القائم بالعنف يعني كالمتشدد مثلا في تعامله مع الناس بعنف وبشدة وبتعصب العصبية، سم هذا إنسان جلف هذا لا يكون إنسان عنده مرونة مع الناس وتعامل حسنة. وليونة بل عنده جلف يعني عنده قساوة فلذلك هذا مصدر أو اسم مصدر لكن هناك بعض الناس جاء بنى التفضيلة من اسم التفضيلة من هذا المصدر قال ما أجلف أو ما أحمر كذلك من الحمار من كلمة أن الحمار حمار اسم وليس بمصدر بل هو اسم مع ذلك جاء شخص أخذ فعل اشتاء أو بنى الفعل التعجب أو التفضيل من هذا الاسم المصنف يقول هذا خطأ فاضح لا يجوز وقل وشذ قولهم ما ألص وهو ألص من من يعني كذلك يعني هناك استعمالات شاذة موجودة استعملت مثل هذا الشخص السابق استعمل من الجلف والحمار اسم التفضيل وكذلك هذا المورد من المواد الشاذه وخلاف للقياس وما كان مخالفا للقياس لا يعتنى عليه فاذا هو الشرط الاول ان يكون فعل لا يكون اسم او مصدر الشرط الثاني ان يكون الفعل ثلاثيا يعني ان يكون ذلك الفعل المشتق منه ان يكون فعلا وثلاثيا لا يكون رباعيا ولا ثلاثيا مزيدا فيه بل ثلاثي مجرد مثل حسن كرم شرفة على هذه الأفعال ثلاثي قل فلا يبنيان إذا كان ثلاثيا مجردا فلا يبنيان من نحو دحرج فدحرج فعل رباعي ولا يمكن ولا يمكن اشتقاق اسم التفضيل و او فعل التعجب من هذا الفعل الرباعي وكذلك وانطلق وانطلق ثلاثي لكن ثلاثي مزيد في فيه زيادة في حرفان النون والالف وكذلك واستخرج استخرج في زيادة ثلاثة احرف من خرج ثلاثي لكن زيادة فيه فلذلك لابد ان يكون الفعل ثلاثيا مجردا كما مثلنا، وعن أبي الحسن جوازه جواز بنائه من الثلاثي المزيد فيه بشرط حذف زوائده. أبي الحسن هو قال أنه يجوز أن يصير الفعل الثلاثي المزيد فيه مشتقًا أو مش مشتقًا من أن يكون فعل التعجب أو اسم التفضيل مشتق منه لكن بشرط أن نجرد هذا الفعل المزيد فيه من الزوائد. نحذف الزوائد ثم نجعل مشتقا من فيصير فعل التعجب او فعل اسم التفضيل يشتق من يعني هذا الكلام يرجع الى ماذا؟ الى ان الفعل يجب ان يكون ثلاثيا مجردا لا يكون مزيدا فيه والقول الثالث لسبوي يقول وعن سبوي جواز بنائه من افعل نحو اكرم واحسن واعطى يعني قال انه مثلا احسن اكرم من نحو افعل لا يجوز ان يصير هناك فعل مشتق اسم التفضيل او مثلا الفعل التعجب لكن هو قوله رايه لكن هذا ربما يشتبه بين اذا واحد قال ما مثلا يقول ما افعل مثلا ما افعل يعني هنا ماذا يستفاد ربما المخاطب يشتبه على انه ما اكرمه هنا اكرم ربما فعل اسم التفضيل اسم التفضيل لا يكون اسم فعل التعجب ربما يشتبه عليه خصوصا الذي ليس له المام في معرفه قواعد النحو فلذلك يصعب عليه ان يميز بين اسم التفضيل وبين فعل التعجب وبين من فعل اكرم مثلا على هذا الوزن. فلذلك هو القول الأول والمشروع الأصح أنه لا أن يكون الفعل مجردا عن الزوائد الشرط الثالث أن يكون مما يقبل معناه التفاوت ذلك الفعل المشتق من يجب أن يكون قول التفاوت مثل حسن شرفة كرمة يعني حسن فلان مثلا حسن في معنى ولكن في تفضيل أحسن ما أحسن يعني زيادة في الحسن أو كرم أكرم فلان ما أكرم يعني زيادة في الكرم مثلا ما مثلا أشرف زيادة في الشرف قابل التفاوض أما إذا فئد ثلاثي مجرد ولكن غير قابل للتفاوض مثل مات وفنى فهنا في مات وفنى لا يمكن التفاوض لأن معنى مات وفنى شيء واحد يعني لا يفرق بين أن هناك أشخاص كثيرون يموتون يكون موتهم أقوى ومثلاً وموت مثلا شخص واحد يكون موته أضعف لا الموت موت هو إزهاق الروح أو إزهاق الروح هو لا, يخت... لا يمكن قول التفويت ولذلك لا يشتق من مثل هذا الفعل اسم التفضيل أو فعل التعجب ولذلك قال يجب أن يكون مما يقبل المشتق من مما يقبل معناه التفاوت والتفاضل فلا يبنيان من نحو ما توفني لأن حقيقتهما واحدة الفناء الفناء والموت شيء واحد وإنما يتعجب مما زاد على نظائره كما مثلنا مثل علم حسنة علم ممكن واحد له علم لكن علم قليل والثاني عنده علم أكثر فلذلك يقول ما أعلمه أو شخص له كرم ولكن شخص آخر له كرم أكثر وزيادة تقول ما أكرمه هنا قول الزيادة والتفاضل الشرط الرابع أن لا يكون مبني للمفعول مثلا كرم ضرب نصر كتب درس هذه الأفعال المبنية للمجهول وإن كان ثلاثيان ومجردان عن الزوائد مع ذلك لا يمكن اشتقاق اسم التفضيل واسم وفعل التعجب من هذا المبني المجهول فلا يبنيان من نحو ضرب وقتل الخامس والشرط الخامس والاخير كما ذكره المصنف ان لا يكون اسمه اسم فاعله على وزن افعل هناك بعض الافعال بعض الافعال اسم فاعله على وزن افعل فإذا كان اسم فاعل على وزن أفعل لا يمكن أن يبنى منه اسم التفضيل وفعل التعجب ل... للزوم الاشتباه بين اسم الفاعل واسم وال... التفضيل أو فعل التعجب ولذلك مثلا كما قالوا أنه اسم الفاعل على ثلاث صور تارة يكون على وزن فاعل مثل ناصر اسم فعل هذا الوزن يكون فاعل ثالثا يكون اذا كان هذا الفئة الناصر ماخوذ مشتق من فعل ثلاثي واما اذا اذا اشتقنا من الفعل الرباعي يكون اسم فاعل على وزن مفعل مكرم والحالة الثالثة الوزن الثالث أفعل مثل مثلا أعرج معنى أن صاحب العرج وهو اسم فاعل أعرج مثلا أشهل فعندئذ إذا نريد أن نشتق اسم التفضيل أو فعل التعجب مثل عرج لا يمكن لماذا؟ لأنه اسم التفضيل أفعل وفعل التعجب أكرم فهنا أفعل وأكرم كلاهما على وزن أعرج فإذا استقنا منه يصير اشتباه بين أنه هو اسم فاعل أو اسم تفضيل أو فعل تعجب ولذلك طالما حصل الاشتباه لا يمكن الاشتقاق منه فلذلك لابد ان لا يكون اسم فاعل هذا الفعل هذا الهوزن فلا يبنيان يعني اسم التفضيل وفعل التعجب لا يبنيان من نحو عمي وعرج لان عمي اسم فاعله اعمى وعرج اسم فاعله اعرج وشبههما من افعال العيوب الظاهره مثلا كالمثلا مثلا أحمر مثلا أسود مثلا هكذا ولا من نحو سودة وحمرا كذلك لا يمكن لماذا لأن اسم فاعل السودة أسود واسم فاعل حمراء أو حمراء يكون أحمر ونحوه من الأفعال من الأفعال الألوان ولا من نحو لمية ودعجة ونحو من أفعال الحلا أه التي الوصف منها على وزن افعال لانهم قالوا من ذلك هو اعمى واعرج واسود واحمر والمى وادعج، اذا هذه الافعال من الالوان من العيوب من من هذه الموارد اذا كان اسم فاعلها على وزن اعرج وافعال على وزن افعال لا يمكن أن يكون مشتقا لإسم التفضيل وفعل التعجب إذا هذه خمسة شروط ذكر المصنف هي العمدة من تلك الشروط لكن تكملة لهذه الشروط نذكر بقية الشروط سادسا أن أن يكون متصرفا يعني ذلك الفعل يجب أن يكون متصرفا قابل للصرف من إلى الفعل مثل مثنى وتثنية وجمع وما شابه ذلك أما مثل الفعل ماضي فعل مضارع فعل أمر مثلا مثل علماء متصرف حسنا متصرف اسم فعل ماضيه علم فعل مضارعه يعلم فعل أمره اعلم وكذلك نصر فعل ماضيه نصر فعل مضارعه ينصر واسم أمره فعل أمره يكون آه أنصر إذا هذه الأفعال هي الأفعال المتصرفة أما إذا كانت هي متصرفة وقابلة أن تشتق أن يشتق منها اسم التفضيل وفعل التعجب أما هناك أفعال جامدة مثل عسى نعمة بئس هذه الأفعال زال مثلا غير قابلة آه للتصرف ليس لها فعل مثلا عسى على هذا الوزن لا يمكن مثلا مثلا ان تقول له مثلا يعسى مثلا عسى يعسى اعسى ما عندنا اعسى من يعسى او اعسى لان هذا الفعل جامد او نعمه نعمه مثلا ليس له فعل امر ربما مثلا يكون فعل مضارع له مثلا نعمه او نعمه ينعم مثلا لكن هذا شاذ ليس له فعل أمر ولذلك هذا غير قابل لأن يكون مشتقا منه فلذلك لابد أن يكون متصرفا الأمر الس... الشرط السابع أن يكون تاما يعني الفعل يجب أن يكون تاما لا يكون ناقصا الفعل التام هو الفعل الذي يكتفي بالفعل فقط مثل علم زيد حسن زيد هذا حسنا فعل تام يعني اكتفى بالفعل فقط حصل مثلا زيد فعل تام لا يكون فعل ناقص مثل كان وزال مثلا هذه أفعال ناقصة والأفعال الناقصة غير قابلة للاشتقاق منه فلذلك هذا الشرط لا بد من توفره يعني مثلا كان وضل وبات مثلا أفعال ناقصة لا يمكن أن تشتق منه تقول أكوان مثلا اضلال مثلا ابوات مثلا او ابيات غير صحيح يعني لا تستعمل لا تشتق وغير مسموع ابدا الشرط الثامن ان يكون مثبتا فلا يبنى من فعل من في مثل ما قائم لا بد ان يكون ذلك الفعل مشتق من ان يكون مثبتا ليس فيه اداه نفي ما مثلا قائم ما قام ما ضرب ما كتب في إذا كان الفعل منفيان لا يشتق من هذه آه، هذه الشروط الثمانية التي ذكرها النحات ونحن أكملناها تثمة لذلك هناك نقطة في الأخير في هذا المبحث من باب الإكمال والتثمة يذكر بـ موضوع يقول: يجوز أن تصاغ صيغة التعجب من فعل غير قابل للاشتقاق منه. ذكرنا شروطا ثمانية للفعل الذي يمكن أن يشتق منه فعل التعجب واسم التفضيل. ولكن هناك قال إذا أردنا أن نجعل اسم تفضيل أو اسم أو فعل تعجب من فعل غير قابل للاشتقاق، مثلا فعل رباعي. دحرج دحرج فعل رباعي او انطلق فعل ثلاثي مزيد فيه رباعي رباعي مثلا تدحرج فعل رباعي مزيد فيه في هذه الحاله اذا اردنا ان نجعل صيغه لاسم فعل التعجب نجعل بصوره ثانيه انه نذكر اولا فعل اسم التفضيل تقول اشد واكثر او امر مثلا نذكر يعني اسم التفضيل اولا ثم بعد ذلك من ذلك الفعل غير قابل للاشتقاق نذكر آآ نذكر آآ مصدرا له عندئذ يصير تصير تتحول الصيغه صيغه اسم التفضيل مثلا تقول ما اشد دحرجة التدحرج أن يعني يتقلب شخص من من حالة إلى تتدحرج تتقلب من من ظهر إلى بطن ومن بطن إلى ظهر وهكذا فيقول إذا كان مثلا شخص تتقلب بصورة بطء يقول هذا تدحرج أما إذا زاد مثلا تتقلب وتقلبه وتدحرجه مثلا خصوصا إذا كان هناك أرض فيها مثلا السرعة عندئذ آه نذكر اسم التفضيل تقول ما أشد دحرجة يعني ما أكثر دحرجة أو مثلا إذا كان في القلة ما أقل دحرجة ما أشد دحرجة ما أبطأ دحرجة فنذكر مصدر ذلك الفعل غير قابل للاشتقاق منه مصدره ونذكر قبله اسم التفضيل أشد أمر أبطى أوسع كل ذلك فيتحول الفعل الصيغة صيغة اسم اسمه تفضيل أو صيغة فعل التعجب هذه تتمة لهذا المبحث قد أنهينا من مبحث التعجب ووصلنا إلى موضوع الوقف أيضا من أساليب الخاصة لتحسين الكلام في اللغة العربية مسألة الوقف يعني من الطبيعي أن هناك أن المتكلم الخطيب عندما يتكلم بكلام يخطب مثلا يخطب في الجمهور من العادة ومن البديهي أنه أحيانا يتعب نفسيا فلا من التوقف في جملة هنا هذا الوقف له قواعد وشروط تارة يكون الوقف على الاسم تارة يكون الوقف على الفعل لكن غالبا الوقف يصل يصل على الفعل على الاسم الاسم هو الذي يقابل التوقف ولذلك إذا أردت أن تتوقف طبعا هناك توقف على حالة تارة توقف اضطراري أنه أراد أن يكمل آية ما في القرآن الكريم في القراءة أو مثلا أراد أن يكمل حديثا من من الأحاديث الشريفة أو جملة أو شعرا أو مقولة لكن أثناء الاستمرار بهذا الكلام نفسه لا تفيه لإكمال هذه الجملة فتوقف فيكون هذا وقف وقف اضطراري في الوقف الاضطراري لا مجال في القاعدة يعني هذا الوقف غير خاضع لقاعدة ما لأن هذا خارج عن عن الإرادة خارج عن القاعدة لكن الكلام حول الوقف الاختياري أنه باختياره من الأول المتكلم يختار جملة فيعرف أنه نفسه تفيه بهذا المقدار فهو يتكلم يبدأ بالكلام ويقف بحالة بمكان المعين ولذلك هنا في تعريف الوقف قالوا الوقف بمعنى الحبس لغه معنى الحبس والتوقف وثالثا يكون بمعنى يعني السكون يعني عدم التحرك عدم الاستمرار بشيء وقف يعني توقف يعني سكن يعني هدأ يعني لم يستمر بالحركه هذا من حيث اللغه لكن من حيث الاصطلاح هو قطع الكلمه الواقعه اخر الجمله المحكيه بها كما شرحنا في البدايه انه الانسان عندما يتكلم الخطيب عندما يتكلم او المتكلم عندما يتكلم فهو يقف على جمله هذه الجمله في اخر الجمله المحكيه في اخر الجمله المحكيه مثلا اواخر الايات القرانيه او اواخر مثلا الاحاديث الشريفه اواخر مثلا الابيات اواخر مثلا الامثال اواخر المقولات في هذه الأواخر هو حسب اختياره يقف عليها فيقول المصنف باب الوقف في الأفصح على نحو رحمه بالهاء وعلى نحو مسلمات بالتاء يعني إذا قال إذا كانت هناك كلمه مختومه بالتاء بالتاء مربوطه مثل مسلمه مؤمنه مدرسه هنا بما أنها تاء مربوطه في آخر كلمه الوقف عليها تبديل التاء هاء تقول المدرسة مسلمة مختومة كتابة لا تقول كتابة أو مدرسة يعني هذا لا يجوز تبديل لابد من تحويل وتبديل التاء المربوطة بالهاء هذا اذا كان الكلمة مختومة بالتاء المربوطة، واما اذا كانت كلمة مربوطة مختومة بالتاء المفتوحة. بالتاء المفتوحة يعني بتعبير اخر هناك كلمة جمعت بالالف والتاء مثل مسلمة جمعها مسلمات بالالف والتاء، مؤمنات، كاتبات، مراسلات. هنا لابد الوقف على نفس التاء، لماذا؟ إذا قلت مثلا مسلمة حولت التاء المفتوحة إلى الهاء كما حولت التاء المربوطة إلى الهاء هنا يستلزم الاشتباه بين التثنية للكلمة وبين الجمع مثلا مسلمات جمع المسلمة جمع لكن في حالة الوقف إذا ما إذا قلت مسلمة هذا يعني يسير أنه تثنية للمسلمة وهذا اشتباه بينما إذا قلت مسلمات تبين والسامع والمخاطب يفهم أنه هذه الكلمة كلمة جمعين ولذلك قال المصنف وعلى نحو مسلمات يعني المجموعة بالتاء المربوطة أو المختومة بالتاء المفتوحة تقول بالتاء مسلمات مؤمنات قانتات كما في القرآن الكريم حافظات، صائمات، ذاكرات هذه كلها لابد الوقف مع التاء. قال المصنف الوقف على التاء التانيث هناك فإذا الوقف تارة على تاء التأنيث وهذا على قسمين تاء مربوطة وتاء مفتوحة وذكرنا الموردين. قال إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث مثل مؤمنة مسلمات فإن كانت ساكنة لم تتغير يعني نفس التاء تارة أن يكون متحركة مثل مسلمة مسلمات هنا متحركة الحرف متحرك في آخر حركة وتارة يكون هذا التاء تاء التانيث ولكن ساكنة كما إذا كانت التاء في آخر الأفعال كتبت نصرت ضربت درست هنا تلاحظ أن هذه التاءات كلها تانيثة ولكن هي ساكنة إذا كان ساكنة لابد من الوقوف على نفس الحالة تقول كتبت لا تقول مثلا كتب توقف لأنه يستلزم أنه يستلزم يصير اشتباه بين المذكر والمؤنث إذا وقفت التاء سكنت التاء تقول كتب هنا يصير اشتباه أنه ممكن كتب فعل مذكر والقصد أن يكون هو فعل مؤنث وهذا خلاف القاعدة فلا بد ان تقف على نفس التاء الساكنه كتبت درست ضربت وهكذا يقول فان كانت هذه التاء ساكنه لم تتغير نحو قامت وقعدت ونصرت ومثلا اكلت وهكذا وان كانت متحركه فاما ان تكون الكلمه جمعا بالالف والتاء جمع الالف والتاء مثل مسلمات الف والتاء كما في بيت إن مالك يقول وما بتا والف قد جمع يكسر في الجر وفي النص مع هناك مثلا الجمع الكلمه بالتاء يعني يسمى جمع المؤنث مؤنث السالم يسمى هذا فهنا جمع بالألف والتاء فيقول اما ان تكون الكلمه جمعا بالالف والتاء كمسلمات ومؤمنات او لا لا تكون هذا الجمع مسلمه مفرد فان لم تكن كذلك لم تكن كذلك يعني لم تكن مجموع مجمع بألف والتاء فالأفضل الوقو بأبدالها ها مثل مسلماتون تقول مسلمة مؤمنة تقول مؤمنة بالها تقول هذه رحمة رحمة الآن هذا الكلمة سواء كان هناك اسم مصدر على كل حال لا فرق بين الاسم والمصدر المهم الكلمة الاسم الكلمة مختومة بتاء المربوطة هذه الشجرة شجرة متحركة تبدل التاء المربوطة بالهاء وبعضهم يقف بالتاء يقول شجرة رحمة وقد وقف بعض السبعة يعني بعض القراء السبعة من القراء في القرآن الكريم في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين حيث هم وقفوا إن رحمة بالوقف على نفس التاء المفتوحة وإن شجرة شجرة الزقوم هنا مثلا شجرة وقف على التاء شجرة قال بالتاء وسمع بعضهم يقول يا أهل سورة البقرة حتى هنا تلاحظ أنه البقرة بتاء مربوطة ولكن بما أنه كتبت مثلا بتاء مفتوحة وقفوا على نفس الثاء هذا الشيء فقال بعضهم من سبعه من سمعه والله ما احفظ منها ايات وقفت على هذه الصوره وقال الشاعر والله أنجاك جاك بكفي مسلمت من بعد ما وبعد ما كانت نفوس القوم عند عند الغلصمت وكادت الحره ان تدعى امت يعني هذه المواد مثل أمات وغلسمات ومسلمات وبعدمات كلها الوقف على التاء المفتوحة على الساكنة وإن كان جمعا بالألف والتاء وإن شاء الله بقيت هذا في الدرس الآتي والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد